أنا الكابتن ماجد محمد الماجد، يلقبوني بماجد الصايغ. وطبعا بديت كرة القدم في الفريج في الحي، في فريج الغانم القديم، وبعدها بديت في المدرسة، ومن المدرسة والحي إلى نادي الوحدة. طبعا قصة نادي الوحدة في سنة 68، طبعا احنا رايحين نشوف السينما، فرحنا وحصلنا ما في سينما، حصلنا ناس يلعبون كرة طائرة في النادي. وبعدين جوني المسؤولين، جاني محمد نور العبيدلي، كان ايامها رئيس نادي الوحدة، وجاني عبد الامير زين الله يرحمه، وقالوا لي تعال نبغيك. رحت وياهم داخل في المكتب، قالوا لي احنا بيك تلعب ويانا مع فريق الشباب. قلت لهم بس انا ما اقدر، لان انا ما خبرت اهلي، يعني لازم اقول حق اهلي، وما فكرت ان انا العب كورة الحين في النادي. بعد محاولات وقعت انا في نادي الوحدة، ومن يومها وانا العب لفريق الوحدة. بعد فترة اللي هو في سنة 72 صار دمج نادي الوحدة مع نادي التحرير، وصار باسم العربي، وخذوا الشعار اللي هو الأحمر والأبيض، شعار مشترك بين نادي الوحدة اللي هو الأحمر والأبيض، وبين نادي التحرير اللي هو الأحمر والأبيض والأسود، شلوا الأسود خلوا الشعار المشترك اللي هو الأبيض والأحمر، ومن يومها وأنا ألعب مع العربي. أول مباراة لي وأنا كابتن الفريق بعد اعتزال الكابتن عيسى نجم والكابتن عبد الأمير زين، يمكن تكون في أعتقد في 75 76، فيه مباراة أنا طبعا ما أنساها، هي ضد نادي الريان، كانت مباراة ماراثونية يعني، كانت لعبنا الوقت الأصلي وصار في تعادل، ولعبنا الوقت الإضافي وصار في تعادل، وكان طبعا في كأس الأمير، لعبنا اللي هو ركلات الجزاء، احنا سجلنا 5 ركلات جزاء وهم سجلوا 4 ركلات جزاء، وطلعنا احنا نلعب النهائي. هدف طبعا ما انساه كان ضد نادي بعد الريان في الدوري العام، يعني من قرابة يمكن 25 متر هالشكل. علي زيد يحاول يعدي، يصلح إلى مايد الصايغ، مايد الصايغ قوي، الله! مايد الصايغ يحرز هدف التعادل من كورة ملعوبة قوية خارج خط 18. والله أفضل لاعب محترف هم 2 حقيقة، فيه قاسم بور وفي جيرالدو، هذول 2 صراحة يعني ما أنساهم. جيرالدو ساعدنا كثير في الدفاع، وفي نفس الوقت سجل لنا أهداف حاسمة، وجاب لنا كأس الأمير سنة 83، وطلعنا 1-0 مع السد. الألقاب اللي أنا حققتها مع النادي 4 مرات كأس أمير، ومرة الدوري العام، وكان عندنا كاس الشيخ جاسم، وعندنا كاس اللي هو الاتحاد كان يسمونه، خذناه بعد مرة. والحمد لله يعني استطعنا ان نقنع العالم، ان الناس انه احنا فريق بطولات، مش فريق يعني يجي ويلعب ويمشي. حصلت على افضل لاعب 3 مرات في الدوري، حصلت على هدايا كثيرة وميداليات الحمد لله كثيرة، من ضمنها ميداليات مع المنتخب اللي هي كاس دورة كاس الخليج الثالثة، حصلت على المركز الثالث، وكاس الخليج الرابعة في قطر حصلت على المركز الثالث كذلك. أول مباراة لي مع المنتخب كانت مباراة الجزائر سنة 73، مباراة الاعتزال مع النادي الأهلي، وكانت مباراة حقيقة جماهيرية، جمهور كبير كان جاي، وكانت مباراة افتتاح المنشآت أو النادي العربي الجديد.
طبعا النادي العربي انا اعتز حقيقه باخواني اللي كانوا موجودين معاي، سواء من الاداريين، من اللاعبين، من الجماهير. حقيقه يعني الكل ساعدني، والكل يعني كان ماخذ بيدي ودائما يشجعوني ان انا دائما يعني دائما اعطي اللي عندي للافضل. اشكر جماهير النادي العربي سواء السابقه او الحاليه، الجماهير الوفيه هذه اللي دائما مع النادي في كل يعني كل مباراه وكل بطوله، ويعني سواء فايزين او سواء حتى مهزومين. يعني هذه الجماهير الوفيه، واعتبرهم جماهير النادي العربي اعتبرهم رقم واحد، هم جمهور العربي رقم واحد بالنسبه للنادي.